قصف الجيش التركي بالمدفعية مواقع تابعة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتعدها أنقرة قوات إرهابية في شمال سوريا. وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن القصف استهدف ملاجئ تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في كوباني. وجاء الهجوم غدا قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدت في اسطنبول وتناولت الأزمة السورية، إذ تبنى المشاركون بيانا أكدوا فيه على التزامهم العمل معا لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا. ويأتي القصف كذلك بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات عدة خلال الأيام الأخيرة بشن هجوم في سوريا شرق الفرات بعد عمليتين سابقتين نفذتهما تركيا غرب النهر، ووجه الجمعة تحذيرا أخيرا لوحدات حماية الشعب الكردية. قصف تركي يخرق هدوء المنطقة الحدودية مع سوريا، الهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب بلدة كوباني أو عين العرب. هنا تكون الجغرافيا إحدى أسباب التوتر ومبعثا للقلق. هذه المناطق الممتدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالإضافة إلى مدينة منبج ومحيطها في غربه هي مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد. وسعت هذه القوات نفوذها هناك بعد تحالفها مع الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة، إلا أنها في نفس الوقت فجرت أزمة بين واشنطن وأنقرة التي تسعى لتقويض أي محاولة لإنشاء كيان كردي بالقرب من حدودها. لم تخفي أنقرة نيتها تطهير شمال سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبر وجودها خطرا على أمنها القومي. ركزت جهودها في البداية غربي الفرات لمنع تمددها، نفذت حملتين عسكريتين بالتعاون مع وحدات من الجيش الحر سيطرت خلالهما على الشريط الحدودي وطردت الوحدات الكردية من منطقة عفرين بشكل كامل. توقفت الحملة العسكرية التركية بعد اتفاق وقعه وزير خارجيتها مولود شاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو يقضي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مدينة منبج، على أن يشكل هذا الاتفاق خارطة طريق لتسوية الوضع في مناطق شرقي الفرات. مضت شهور ولم يتغير الواقع على الأرض. أصوات القذائف هذه تكاد تكون الصدى لتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم شرقي الفرات، تصعيد قد يمهد لحملة عسكرية جديدة أو ربما يكون رسالة ضغط على واشنطن للوفاء بوعودها، إلا أنه يشير بلا شك إلى إمساك أنقرة بخيوط اللعبة في الشمال السوري. وأيضا نبقى مع الشأن السوري، حيث استعاد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية جميع المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور شرقية سوريا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن قد بدأت الشهر الماضي عملية عسكرية ضد التنظيم في منطقة هجين في أقصى ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت تلك من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة، إلا أن التنظيم ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيدا من عاصفة رملية في تلك المنطقة الصحراوية. ظروف جوية سيئة مع انعدام الرؤية استغلها تنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات مضادة في محافظة دير الزور في سوريا. استعاد التنظيم ما خسره في دير الزور مع محاولة قوات سوريا الديمقراطية التصدي للتنظيم. مصادر ميدانية تؤكد استمرار المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وبإسناد من قوات التحالف الدولي ضد التنظيم مع سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين. وكعادة التنظيم في كل منطقة يدخلها استخدم المدنيين كدروع بشرية. من هاي الجهة الدواعش استخدموا المدنيين والأطفال حماية نفسهم وكدروع بشرية.
كر وفر بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يبدي شراسة كبيرة للبقاء في آخر معاقله في سوريا بعد أكثر من 6 أسابيع من المعارك، فيما يبقى مكان زعيمه مجهولا. ينضم إلينا من غازي عنتاب فايز الأسمر، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد فايز إلى العربي. اليوم نتحدث اليوم عن رسالتين، واحدة من قوات سوريا الديمقراطية والأخرى من تركيا. لنبدأ من قوات سوريا الديمقراطية، وبعد أن كان تنظيم الدولة أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية قد تم الإعلان عن تنظيفه بشكل كامل من سوريا وبقاء جيوب صغيرة، يعود الآن مرة أخرى للسيطرة بشكل كامل على ما فقده في منطقة دير الزور. هل هي رسالة من قوات سوريا الديمقراطية بأنه يجب أن تبقى موجودة وبأن هناك حاجة إليها ما دام تنظيم الدولة موجود؟ يعني كل الوجوه في سؤالك أستاذة رولا، بعد مساء الخير طبعا. مساء النور. ممكن أن أمريكا تستمد أسباب وجودها أيضا، لاحظي أنه ممكن أنها تستمد أسباب وجودها أيضا بدوام وجود داعش في هذا الجيب نظرا للمضايقات الروسية. لاحظي أن بوتين والقيادة الروسية شددت أكثر من مرة أن أمريكا تتصرف وكأنها صاحبة الشقة، وأن ليس لها وجود إلا عن طريق طلب من الشرعية أو قرارات من الأمم المتحدة. إذن هي مثلما روسيا أيضا وإيران أتت لمكافحة الإرهاب، كلهم اتخذوا شماعة مكافحة الإرهاب للقدوم إلى سوريا، وهذا الإرهاب لم ينتهي. انتهت الثورة السورية، قصفوا ودمروا إن كان الروس كلهم الثورة السورية ومناطق الثورة السورية ومليون شهيد ودمار كل المناطق، ولا يزال جيبان صغيرة لا يتعديان إن كان جيب هجين 100 كيلومتر. طيب هل هي يعني في هذه الحالة ب3 كيلومتر، في هذه الحالة هل هي بداية لتوسع جديد لتنظيم الدولة في تلك المنطقة، أم أنه سيبقى محصور، يعني سينطلق من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى، أم سيبقى محصور هناك؟ بالعلم العسكري لا يستطيع التمدد، فقد أستاذ رولا أسباب وجوده التي كانت تؤهله للتمدد والسيطرة، فقد الإمكانيات المادية وإمكانيات التجنيد وإمكانيات الجغرافية. يعني نود أن نستغل الاتصال معك عبر الأقمار الصناعية سيد فايز، وفي مشكلة للأسف بالتواصل، الصوت غير واضح، لا يصلنا واضح، ولكن سأسألك عن النقطة الأخيرة اللي هي موضوع القصف التركي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية. ما الرسائل المرادة؟ هل هي في محاولة لجس النبض لأمريكا في هذه الخطوة؟ بالتأكيد هي جس نبض، وأيضا هي أخذت قوة من مؤتمر الأمس القمة الرباعية. لاحظي أن الرئيس أردوغان ركز أنه في كل مؤتمر يركز على قتال كافة الجماعات الإرهابية وليست هيئة تحرير الشام أو داعش، هو يقصد بهذا أيضا تنظيم البيدة وتنظيم اليبقى الذي يتواجد على حدوده بطول 600 كيلومتر من حدود جرابلس وصولا إلى عين ديوار، وهي تمثل تهديدا للأمن القومي التركي. إذن هو لن يصمت على وجود هذا الكيان على حدوده وسيتخذ كل الإجراءات من أجل طرده. فإذن هي يعني كنا نتمنى الاستفادة معك أكثر في يعني تحليل هذا الموضوع وما جرى، ولكن للأسف نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، وأشكرك من غازي عنتاب فايز الأسمر الخبير العسكري والاستراتيجي، شكراً.